لا تجزعي سيدتي، فطفلك المريض بالسعال والبرد والزكام لا للدواء كيفما اتفق. وراقبي زفيره وراقبي شهيقه وللطبيب للعلاج كي تضمني عافية الأطفال. انتبهي أيتها الأم، تستطيعين مساعدة طفلك المصاب بالالتهاب التنفسي الحاد في الشفاء السريع لتفادي مخاطر هذا المرض. تستطيعين مساعدة طفلك بالرعاية المنزلية، وهي: أولاً، احفظي الطفل الرضيع دافئاً ولا تعرضيه للبرد. ثانياً، الإكثار من الرضاعة الطبيعية. ثالثاً، الإكثار من إعطاء السوائل مثل ماء نظيف، حليب دافئ، عصير فواكه، شوربة. رابعاً، اطعمي الطفل أثناء مرضه وقدمي وجبة إضافية له بعد تحسن حالته ولمدة أسبوع إلى أن يسترجع وزنه. خامساً، تنظيف الأنف إذا كان يعيق الرضاعة، ولا تستعملي قطرات للأنف عند انسداده أو وجود إفرازات من الأنف، إنها غير ضرورية وأحياناً ضارة. سادساً، احفظي حرارة طفلك بإعطائه باراسيتول خافض للحرارة إذا كانت درجة حرارة الطفل عالية، والإكثار من إعطائه السوائل. عزيزتي الأم، إذا استمرت الحمى والحرارة تتطلب الحالة عرض طفلك على طبيب في المستشفى. لا تبالغي في تغطية الطفل المصاب بالحمى، بل خففي ملابسه، لأن الإكثار من الملابس والمبالغة في التغطية يزيد من حرارة الطفل. كيف يمكن تخفيف السعال؟ لا ضرورة لاستعمال شراب سعال في معظم الحالات، وقد يضر بالطفل، والأفضل استعمال سوائل دافئة ومستحضرات منزلية أمينة من الأعشاب الطبية. اسألي: كيف نعالج التهاب الأذن؟ استعملي فتيلة من قماش نظيف وادخلي الفتيلة بإذن الطفل واتركيها لمدة دقيقة إلى أن تترطب. أخرجي الفتيلة وضعي فتيلة أخرى وكرري هذه العملية إلى أن تخرج الفتيلة نظيفة وجافة. لا تستعملي قطرات للأذن، الأفضل أن تبقى الأذن جافة وعدم دخول أي سائل إليها. الرعاية المنزلية إذن ضرورية لسلامة طفلك. من يوسف تلقى كل اللي تريده وتراه، والله يوسف وفار بالسعر الأرخص والأنسب، والله معلبات ونظيفات والأدوات وحفيات إطارات وبطاريات، والله من يوسف تلقى كل اللي تريده وتراه، والله يوسف وفار. فروع مجموعة يوسف التجارية في خدمتكم دوما، الفرع الرئيس في شرجة وجميلة، فروعنا الأخرى في أرجاء العاصمة بغداد، لصاحبه صباح نافع البازرقان. فندق فلسطين، مطعم وقاعة السحاب، وبعد النجاح المتكرر ليلة أخرى من أجمل الليالي يدعوكم إليها مكتب مخلص الأحد 30/10، ساعتان مع العندليب الأسمر حاتم العراقي، الصوت الدافئ حبيب علي، بهذا اليوم ملايين، الدعوة للعوائل، للحجز والمعلومات مكرر 8-71-371. قرب واعلن عدنا، قرب واعلن عدنا، قولي وقولي ايه رأيك، ايه رأيك، قرب وصف لي، قرب عدنا جمال على جمال على، شوفك ابدع الفنان
تعال فنان جرب جرب واعلن عدنا جرب واعلن عدنا قول قول ايه رأيك ايه رأيك جرب وصيف ليه